مع تأجيل افتتاح المدارس والبدء بعام دراسي جديد، وضعت وزارة التربية بروتوكول للمدارس من أجل حماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا البروتوكول عمم لجميع المدارس وعلى جميع الأساتذة والجهات المعنية بالعملية التربوية، بالإضافة إلى حملة تعقيم لجميع الصفوف في المدارس. أكيد ليا، وضع البروتوكول والمتابعة من قبل المدرسين بحاجة لتوعية الطلاب أيضا من جهة أسرهم وعائلاتهم، لنخلق الوعي طبعا لدى الطلاب لمساعدة الأساتذة بتنفيذ هذا البروتوكول. لنحكي عن كيفية التعامل بين الأهل والطلاب بهي الجزئية وتهيئتهم. رح يكون طبعا معنا لليوم الدكتور أنس حتاحت، استشاري أسري وتربوي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. الخير. يسعد صباحك، أهلا أهلا صباح وسهلا الخير. فيك. يعني حديثنا الشاغل بهي الفترة هو افتتاح المدارس، كيف بدنا نوعي الأطفال، نحط لهم كمامة ولا ما نحط لهم كمامة؟ كثير عم نعلم أطفالنا خطوط أساسية ولكن ما بنعرف طيشهم وبقلب الصفوف وبقلب المدرسة وخاصة بأعداد كبيرة. بالبداية كيف بدنا نهيئ الأطفال للدخول لعام دراسي جديد؟ طبعا يعني احنا تهيئة الأطفال بشكل عام عند بداية العام الدراسي ضروري جدا، وخصوصي قبل أسبوعين أو 3 أسابيع من بداية العام الدراسي. هلا احنا بحالة استثنائية، في عنا إجراءات احترازية، في عنا بروتوكول لازم يطبق من قبل الأهل ومن قبل الطالب ومن قبل المدرسة والمعلمين. لذلك وقت نحن بنكون على تواصل دائم مع اطفالنا مع ابنائنا، انه شو اللي لازم يصير، شو لازم اللي ما يصير، شو الصح شو الخطا. هالشيء هذا مع تكراره دائما بشكل يومي اذا كان يفضل طبعا، حتى الطفل او الشاب او الطالب بيحسن يقول انه انا صرت يعني صارت عنده اياها، هي ممارسات يوميه حتى يطبقها بشكل عادي بالمدرسه. مثل ما تفضلتي يعني بجوز موضوع الكمامه لحاله يكون عبء على الطالب، او اذا كان اطفال صغار ما بيحب يحطه، او اذا كان بده يحطه بيحطه شوي وبيقيمه، معناتها نحن ما استفدنا منه. لذلك كثير لازم نحن ندقق على هالموضوع هذا، ويصير حتى خلال اليوم بشكل طبيعي هلا بهالفتره هي انه الطفل وين ما راح لازم يكون حاطط الكمامه، يتعود عليها حتى وقت يروح على المدرسه يكون شيء طبيعي جدا هو عم يحطها. أكيد. طيب كمان دكتور، يعني دائما بنسأل إنه كيف فينا نوصل بين هي الحالة تبع إنه أنا أزرع عنده وعي بس من دون ما خوفه، من دون ما رعبه، من دون ما أعمل عنده حالة من الفوبيا من كل شيء، وهذا الشيء رح يأثر على نفسيته فيما بعد للطفل أو الأطفال اللي داخلين على المدارس. طبعا يعني حتى الاطفال يعني من حالهم عم يتابعوا موضوع الكورونا وعم يشوفوا كل شيء، النتائج الايجابيه والسلبيه اللي عم تصير، وكثير عم يهتموا بهالموضوع هذا. وقت نحن عم نعطيهم اياه بوعي اكثر بطريقه سلسية جدية، يمكن من دون ما ناخذها بمزح يعني. ايه تماما، يعني كثير في عائلات اخذين الموضوع لهلا مزح، وهذا الشيء خطا جدا، انه اذا كان بقلب البيت عم يتاخذ على اساس انه هو قصه بعيده عنا لساتها ومزح وما حيصير وما حيصير لنا شيء نحن، معناتها انتم ما عم تطبقوا شيء من الاجراءات الاحترازيه، ما عم تديروا بالكم على اي نظافه، على اي امور تدعم انه نحن هالكورونا هي تبعد عنكم عن حقها. لذلك لازم كثير نحن نهتم ونحكي بشكل جد، نكون كمان مش جديين كثير حتى ما يكون الموضوع جاف والطفل ما يتقبله. لازم يكون سلس، اوقات من خلال اللعب اذا كان اطفال صغار، اوقات من خلال نصيحه بعيده كثير عن الكورونا، نحن نسقط الكورونا عليها. كثير مهم انه الاهل يكونوا واعيين كيف بدهم يتعاملوا مع اطفالهم. طبعا الاهل كل طفل كل الاهل بيعرفوا ابنهم شلون يعامل. في اطفال جديين، في اطفال بصريين، في اطفال سمعيين، في اطفال حسيين. نحن حسب طفلنا شلون، ابننا شلون، نتعامل معه على اساس صحيح حتى تصل المعلومه بشكل كامل. وقت نحن بنتعامل صح بتصل المعلومه صح، اما اذا نحن ابننا ما بنعرفه شو هو، قد ما تعاملنا معه بالطريقه اللي نحن مفكرينها صح ما حتصل له. لذلك
كذلك بنلاحظ انه كثير من امور، وعلى فكره كمان اكثر من هيك، اوقات نحن بنحكي كثير صح بقلب البيت لكن بيجي وقت التطبيق ما بنساوي شيء. بيقوم الاهل بياخذوا انه الابن انه انا اذا ابي عم يحكي هيك بالبيت وبرات البيت ما عم يعمل شيء، لا عم يحط كمامه ولا في نظافه ولا في اجراءات ولا في كل هالامور هي، معناتها كل هالامور هي ما لها مهمه وانا حساوي مثله. دكتور صلنا فترة طويلة يعني الطلاب ما عم تروح المدرسة بسبب إيقاف المدارس والاستبدال، إن كان عن طريق الأونلاين أو بقصص تانية لجميع الفئات العمرية. اليوم بأشهر طويلة ما نحن متعودين عليها الطلاب، ما في انضباط، في سهر، في يمكن عدم انتظام بالبيت، كيف بدنا نرجع نعلم أولادنا الانتظام، إنه يفيقوا صح، يناموا صح، ويتغذوا بطريقة صحيحة؟ أكيد طبعاً، يعني هلأ انقطاع أكثر من 5 أشهر خلى نظام البيت كله يتغير. نظام الطالب للساعة 12 وواحدة واثنتين بالليل أوقات عم يقعد وعادي، والبيت كله سهران عادي، ما في ضبط، أي ضبط للتوقيت أو الساعة البيولوجية للطفل. لذلك يعني نحن طبعا هلا صفيان تقريبا 2 أسبوع لبدء العام الدراسي إن شاء الله، خلينا نقول مدة يعني تقريبا كافية لحتى نحسن نعدل شوي من توقيت النوم. كمان هو القصة مو قصة توقيت نوم، يعني حتى الموضوع كلياته صار مختلف، موضوع الأكل، وجبات الطعام، يعني في وجبات عم تصير الساعة 12 بالليل، يعني صار الطفل متعود إنه أنا لازم آكل الساعة 12، يعني عم يجوع الساعة 12 معناتها، هذا الشيء كلياته بده يرجع شوي لورا لحتى ينضبط موضوع اليوم كلياته، يعني بده يتغير كلياته. هلا على فكرة نحن بمجرد ما يبلش العام الدراسي ويفيق الطالب صباحا الساعة 6 أو الساعة 7 ويروح على مدرسته ويبلش نشاطه رح يرجع ينام منيح، لكن إذا حضرناه قبل فترة لهالشيء هاد أحسن. هذا موضوع. الموضوع الثاني اللي كتير مهم اللي هو الدراسة أونلاين، يعني نحن ما اهتمينا بالموضوع كتير، طبعا نحن ما احنا عمّيم، لكن أكيد في كتير من العائلات والأهالي ما اهتموا بالموضوع إنه خلص أنا ابني وقت يروح على المدرسة بيعملوا له استرجاع للفاقد التعليمي وبيمشي حاله وبيمشي مع العام الدراسي الجديد. لكن إذا كنا نحن متابعين للموضوع الأونلاين، متابعين ل نحن مبادره منا من داخل البيت نحن ندرسه، نعطيه شيء عن السابق اللي راح عليه بالفصل الثاني تبع العام الماضي وعن الشيء اللي بده ياخده هلا بالعام القادم، هالشيء هذا كثير بيساعد انه روحي ابني انا مكان يروح عرفان دغري يطور حاله بالتعليم وياخذ المعلومات صحيحه. هالشيء هذا ما صار. إذا نحن هلا بدنا نساوي خلال هدول 15 يوم بس، معلش نحن معنا وقت مثل ما اتفقنا، هالشيء هذا يمكن يساعد كثير لحتى يدخل الطفل على المدرسة بشكل سليم. كيف؟ نحن لازم بداية إذا كان في مجال بالبيت نعمل نخصص هالمكان هذا مثل كأنه صف مدرسي. هالصف هذا بيقعد فيه هو وإخواته أو هو صديق بجوز هو وجار، ويتقدم لهم الدراسة الأونلاين كأنها دراسة عادية مع وظائف، مع كأنه جو مدرسي كامل. والشيء هذا لازم يكون له توقيت، يعني مثلا نتفق نحن وابننا انه الساعة 10 الصبح للساعة 1 هذا وقت المدرسة، وهذا وقت المدرسة نحن بنطبق فيه كل شيء بصير بالمدرسة حتى وجبة الطعام اللي فيه خلينا نقول الفرصة. هالشيء هذا بيعوده اول شيء، بيرجعه لأيام الدراسة ويرجعه لكيف كان وقت قبل الانقطاع. والشيء الثاني بيخلي هذا الشيء خلينا نسميه هو الالتزام، والالتزام هو احد اسباب النجاح. اذا الطفل تعود على الالتزام بيتعود بعدين على ترتيب اموره بشكل كامل، والالتزام ليس هو استثناء بموضوع واحد، الالتزام هو شامل يعني بكل شيء. اذا احنا التزمنا بشيء وسعنا هالشيء هذا صرنا ملتزمين بكل امورنا، صارت امورنا كلياتها مضبوطه بشكل سليم. لذلك هذا كثير مهم. نحن طبعا شو اللي بدنا نعطيه هو دراسه اونلاين. إذا ما كان في مجال للدراسة أونلاين بيقول لك في أهالي إحنا ما في عنا نت، ما بنعرف بالنت، ما بنعرف ننزل من على النت،
في مجال نحن ندرسه دراسة عادية، الأم تخصص ساعة أو ساعتين لحتى تدرسوا هالدراسة هي، إذا مو الأم الأخ الأكبر الأخت الأكبر. يعني كتير مهم إن نحن نعتني بهال 15 يوم فقط، إنه نساعد بهالمعلومات اللي راحوا عنه السنة الماضية والمعلومات اللي بده ياخذها بداية بالعام القادم، يعني نعطي عنه فكرة مجرد تذكير يعني تماما، إنه في كتير أمور يعني هلا إذا نحن هلا بنجي بنعمل مثل بيسووا بالمدارس سبر صغير للطلاب ما بيطلع معهم شيء. كتير كتير صعب الموضوع هلا ونحن ما لنا مقدرينه. أكيد دكتور. طيب حكينا هيك بشكل كتير موسع عن الأطفال وكيفية التعامل معهم، هنن يمكن الأصعب بالتعامل وتغيير السلوكيات. بهذا الشيء كمان خلينا نحكي هيك سريعا قبل ما نختم عن الأكبر، المرحلة الأكبر الإعدادي والثانوي. طبعا يعني هلا احنا بنحسن نقول انه الوعي أعلى بالإعدادي والثانوي، بس في عندك مراهقة وطيش أكثر. تماما تماما، نحن هي مشكلتنا. يعني خلينا نقول في نوع من ميزان مزبوط، في وعي وعرفان حاله انه لازم يدرس وعرفان حاله انه هلا مستقبله ولازم يامن مستقبله ولازم يحضر حاله للمرحله القادمه للمرحله الجامعيه. بالمقابل في شيء اسمه مرحله المراهقه اللي هي عم تسحبه بشكل سلبي للخلف، عم تخليه ما يدرس، عم تخليه يصير ما بده يقوم باي عمل حتى. هالشيء هذا عم يخليه على طول بصراع داخلي بينه وبين حاله. نرجع بنقول وعي الاهل هو المهم بهالمرحله هي. نحن ما بنحسن نقول انه المراهقه مرحله سهله، لا، مرحله كثير صعبه. كثير من الاهالي بيسالونا انه طيب انا ابني دخل مرحله المراهقه شلون بده يخلص فيها منها؟ بتقول له بنستناه لل 18 سنه. دخل بال 12 سنه مرحله المراهقه ابني، شو بدي اعمل؟ بنقول له استناه لل 18. يعني مرحله المراهقه بدها تمرق، لكن نحن شلون بدنا نتعامل معها، صح ولا غلط؟ بدنا نتعامل معها انه نتركه خلص انا ابني مراهق بيساوي اللي بده، ولا لا لازم وجهه والتوجيه لازم يكون مباشر. التوجيه المباشر مرفوض عند الشاب اكيد. لذلك لازم نحاول نحن يكون دائما توجيهنا غير مباشر، من خلال القصه، من خلال نحكي له على حدا صار معه مشكله مشابهه للي انت هلا عم تصير معك وشلون صارت، كانت نتائجها كثير سلبيه. دير بالك هو لحاله بيبرمج وبيظبط وبيطلع قراراته وبيكون وبيمشي صح، لكن وقت نحن نقول له لا تعمل هالشغله هي معناته كانه عم نقول له اعملها. لذلك كثير مهم وعي الاهل، وعي الاهل، وعي الاهل. كل ما نحن كنا واعيين اكثر، كل ما كنا عارفين نتعامل مع هالمرحله هي اللي هي مراهقه. هي كلمه مراهقه لحالها تعني من الارهاق، يعني الشاب عم يرهق حاله وعم يرهق اهله، والموضوع كلياته صعب، وخصوصا اذا كان في اكثر من حاله بالبيت، شاب بالبيت، يعني واحد باخر مرحله المراهقه وواحد ببدايه مرحله المراهقه. هالشيء هذا كثير صعب. لذلك واذا كانوا الاهل غير واعيين الموضوع معناته خرج عن السيطره. لكن طول ما نحن دايرين بالنا وعرفانين انه اي ضغط زياده حيرجعنا لورا، هالشيء هذا لازم نوقف عنده وندير بالنا. لا معلش، اوقات في شغلات نحن بنمرقها وبنعرفها انها غلط، لكن بنمرقها حتى ما نصل لشغلات اكبر. نعم دكتور، نحن كثير بدنا نتشكرك وبدنا نطلب من الاهل بجميع المراحل العمريه اذا ما قدروا يتعاملوا مع اطفالهم اكيد يلجأوا لاختصاصيين واستشاريين اسريين، ما يخبوا هذا الشيء ويغلطوا ويراكموا الاغلاط في تربيه ابنائهم. طبعا نتمنى الصحه طبعاً للكل، وعام دراسي مبارك ان شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتور.